بجهود ذاتية وإمكانيات بسيطة يقوم المتظاهرون بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في التظاهرات بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع الذي تطلقه القوات الحكومية والميليشيات. سيارات الإسعاف التي وصلت لساحات التظاهر كانت غالباً ما تصل خالية من لوازم الإسعافات، خصوصاً الأكسجين في مثل هذه الظروف، وحتى من دون المسعفين المدربين، بل إن العديد من المتظاهرين الجرحى كانوا يسعفون في أماكن التظاهرات بسبب الخوف من الذهاب إلى المستشفيات لوجود دوريات من القوات الحكومية والميليشيات لاعتقالهم. وعلى الرغم من عدم امتلاك المسعفين الخبرة في الإسعافات الأولية، إلا أن تجهيز الخميرة وعلب البيبسي هي أقصى ما يستطيع تقديمه المسعفون لحماية المصابين من المتظاهرين من تأثير الغاز. أستاذ العزيز، مسيل للدموع كلش أذانة، أكو نوعين لمسيل الدموع، واحد غازي وواحد غازي زائد فلفل، هذا للخمرة، هاي خمرة علاج للوجه وللعين، وهذا بيبسي معالج. جمعية الهلال الأحمر في العراق اشتركت أيضا بتقديم الإسعافات الأولية للمتظاهرين، إلا أنها تواجه الكثير من المشاكل بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة بالنظر للأعداد الكبيرة من المصابين بحالات الاختناق بقنابل الغاز الحكومية. الحقيقة ما أقدر أعطيك أعداد لأنه سياراتنا يعني يصير عليها زخم، فمالي مو أبدي أحسب، بس لحد إحنا مسيطرين. جاي ننقل جرحى بالإسعافات الموجودة تابعة للجمعية، والحالات أكثرها طبعا اختناقات من غاز مسيل للدموع، وإسعافات أولية نسوي له ونقلة للمستشفيات القريبة. حالات الخطورة عندنا حالة الاختناق تعد الأولى، لأن الحياة مهددة، يعني الإنسان اللي يتعرض للاختناق أكثر واحد معرض للموت. بساطة الأدوات التي استخدمها المسعفون وتدافعهم لإغاثة المصابين في التظاهرات سجلت أعلى مراتب حب الوطن والمواطن، وهي دليل واضح على أن مصلحة البلد لديهم في المقام الأول، في وقت أصر سياسيون على التشبث بالسلطة باستخدام جميع الأساليب الوحشية التي تمكنهم من البقاء في مناصبهم خدمة لمصالحهم الشخصية وأحزابهم.